هنا عندنا فرخة مغسولة كويس طبعا بالملح والليمون والسكر، وبرده ده برده دعكاها حلو. نعمل لها الخلطة دلوقتي. عندي بصلتين مقطعهم جوانح كده وحط عليهم ملح، وهنحط عليهم خلطة البهارات دي. يعني حبة كده مقدار البعنيكي كده زي ما انتي شايفة. وبعدين هنحط كزبرة ناشفة، انا بحبها على كل الاكل. وهنا كزبرة مطحونة، هنحط برضو حبة. كمون مطحون هنحط برضو. هنحط كاتشب، يعني ممكن لو عندك بالعلبة هتحطي مثلا معلقتين كاتشب او ثلاثة. هنحط هنا الكاتشب وهندعك الخلطة كلها مع بعض. الكاتشب بيديها يعني حبة كده، بتبقى مسكرة شوية، فيها مسكرة شوية، بيديها طعم حلو. يعني هنا بعد ما دعكنا الخلطة، هنا دعكناها كويس، وهنيجي هنا عند الفرخة وهنبعد الجلد عن اللحم وهنحشيها كلها كده. هنحشيها كلها من كله، ومن هنا ومن هنا وجوه وكله، هنحشي كل الجوانب بتاعتها، الفرخة كلها من جوه وكلها تحت الجلد كلها. ودلوقتي انا هحطها في الكيس الحراري لان هو بينجز جدا في السوا، يعني مثلا في ممكن في نص ساعة او اكتر شوية بتلاقيها استوت وتحمرت وبقت طرية خالص. هنحطها دلوقتي في الكيس الحراري، واربطها دلوقتي. وانا نسيت اقول على حاجه مهمه جدا، في حاجات بتدي زفاره في الفراخ لازم نشيلها، اللي هي الحته اللي بتبقى تحت دي طبعا بنقطعها بنشيلها خالص، وكمان الجناح بنشيل برضو الحته اللي تحت فيه دي، برضو بتدي زفاره. بس لو شلت الحته دول وغسلها كويس قوي عمرها ما هتديكي اي ريحه زفاره خالص. هنربط بقى الكيس كويس وهنحطها في الفرن على درجه حراره متوسطه، واول ما تبدا يعني تستوي هنعلي شويه عشان تتحمر. حطيت الفرخه في الفرن. عندنا هنا ده رز بسمتي مغسول كويس ومنقوع في ميه سخنه بقاله تقريبا ربع ساعه، منقوع في ميه سخنه طبعا، دي بتسهل جدا في السوا بتاعه. وهنشوف دلوقتي هنعمله ازاي. معلقتين زبده ومعلقتين زيت برضو عشان هنعمل الرز البسمتي دلوقتي اللي هو بالخلطه. زعفران بلدي كده بيدي برضو لون حلو في الزبدة والزيت، حبة حلوين كده. وهنحط كمان كركم برضو لانه برضو مهم جدا في اللون. حطينا الزعفران ومعلقتين كركم كبار ونقلبهم. وهنحط برضو القرنفل، وحدتين كده قرنفل، نقلب برضو. هنحط مرقتين دجاج، اتنين دجاج. وهنحط برضو ايه، حبة كزبرة ناشفة، انا بحبها بصراحة بحطها في كل الاكل. وهنقلب، هنفضل نقلب شوية لحد ما هي تسيح خالص مرقة الدجاج. بهارات فراخ ووحدتين ورق لوري، ولو في ريحان برضو ممكن نحط حبة. هنا هي بدأت تسيح اهي. عشان ما تتكلكعش في قلب الرز ريحة فظيعة، انا مش قادرة اقول لكم الريحة عاملة ازاي. هنا بقى هنزل بالرز، مقدار الرز كله، وطبعا كان منقوع في مية سخنة. هنقلب، هنزل بالرز كله، نزلنا بالرز كله وهنقلبه كده لحد ما كله ياخد نفس اللون، كله ياخد نفس اللون. بعد ما قلبته نسينا اللون قمر ازاي، اصفر خالص. هنحط بقى دلوقتي الملح، اللي احنا محطيناش الملح. ولو انتي مثلا عامله 3 كوبايات رز
يبقى هتاخد 6، يعني كل كوباية ليها 2 كوباية ميه، كل كوباية رز ليها 2 كوباية ميه. انا مش هكتر ملح، احنا طبعا حاطين ورقة دجاج وهي بتبقى مالحة. دلوقتي هنزود عليه الميه، نحط الميه. طبعا بعد ما حطينا الميه لكل كوباية رز 2 كوباية ميه، طبعا لونه قمر والله اصفر خالص، يمكن مش باين قوي. هنسيبه دلوقتي لحد بس ما يبدأ يهدي، اللي هو يبقبق كده، ونروح موطين عليه النار ومغطيين. هو بدأ يغلي اهو زي ما احنا شايفين، هنوطي عليه بقى ونغطي. هي المشكلة الحقيقية في ايديا، لان لون الكركم بيلزق في الايد، يقعد له ياخد له مثلا كام يوم كده على ما يطلع، تبقى الايد شكلها مش ظريف، برضه ضوافر صفرت كده. مش مشكلة، هنغطيه بقى ونوطي ونسيبه لحد ما يشرب المية بتاعته خالص، وهنلاقيه استوى وبرضو هنصوره مع بعض. الرز بعد ما استوى، استوى اهو مفلفل جميل خالص. هحمر له بقى شوية زبيب وكبد قرنف وكده وحتة زبدة. الرز استوى زي ما انتم شايفين. دلوقتي بقى هعمل الزبيب، احط معلقة زبدة وانزل بيها في الزبيب بس يتحمر عشان نحطه ايه على الرز. هنا الزبيب اتحمر كده على نار متوسطة في معلقة زبدة. بعدين هنحطه بقى على الرز، اول ما يبدأ يتعمل كده شوية يتنفخ كده شوية هنحطه على الرز. انا لسه مطلعها من الكيس اهو من الفرن، شايفين متحمرة ازاي وطرية خالص وجوسي. حطيت عليه الزبيب. من الفرخة انا طلعتها اهي مستوية خالص. ده الرز، جربوها وقولي رأيكم. الف هنا طبعا، ياريت اللي يجرب يقولي رأيه في الكومنتات، واتمنى انكم تتابعوني واشتركوا في القناة ولايك.